وسهلا بكم في اختبارات نماذج جوجل. بداية قبل البدء والتعرف على نماذج جوجل، عزيزي الطالب لا تنسى البحث عن كافة الصور اللازمة لتسميم الاختبار بامتداد بينج. ذلك ضرورة أهمية التصميم والإخراج ووضعها في مجلد على سطح المكتب. وضع على سطح المكتب للتعامل مع الاختبار. عودة مرة أخرى إلى كيفية التعامل مع نماذج جوجل وبناء مقياس الاختبار. جديد نماذج جوجل، هل تريد إنشاؤه؟ المجلد مشترك تنبيه أن هناك شخص سيشوف هذا الاختبار كنموذج للتعديل. موافق؟ نقوم الآن بتسمية الاختبار. اختبار التربية الوطنية. ومجرد هنا يتم الحفظ إجراء أي تغذية بمجرد النقر في أي مكان فارغ. أو ستلاحظ تم تغيير اسم الاختبار مباشرة. للعودة إلى مكان درايف نلاحظ وجود النموذج، وسيتم تعديل الاسم مع تحميل الصفحة. عند تحميل الصفحة اختبار التربية الوطنية، وصف النموذج اختبار شهر أبريل لعام 2017 الصف الأول الأساسي. قبل التطرق إلى كيفية إعداد الاختبار، سنرى بعض الإعدادات مثل لوح الألوان أو الأيقونات اللي موجودة لتغيير لون الاختبار. معاينة نتركها الآن. هنا بعض الإعدادات نتركها الآن. هنا إرسال، ولكن نتطرق إلى الأيقونات الأخرى: إضافة سؤال، إضافة عنوان أو وصف، إضافة صورة، إضافة فيديو، وإضافة اسم. سيتم التركيز على المكونات الثلاث الأولى. أنا بصدد الآن اللي هو وضع تعريف للاختبار. مجرد النقر هنا، ومن ثم أضغط على إضافة عنوان جديد وأكتب البيانات. البيانات الأساسية، لا أريد وضع وصف هنا، فأذهب إلى اللي هي زر أيقونة الإعداد الخاصة بوصف العنوان وأرفع الوصف. الآن أتعامل مع السؤال كمكون ثاني، وهو اسم الطالب كبيان تعريفية، وأختار من مكونات أو أشكال الاختبار أشكال السؤال اللي هو إجابة قصيرة وأضع إلى مطلوب. أيضا ممكن بعد ذلك إضافة اللي هو سؤال جديد وكسؤال تعريفي الصف الأول ألف باء جيم دال. تمام، مطلوب. بذلك تم إضافة
هو الجزء الثاني. ممكن إضافة سؤال آخر، نكتب الجنس للطالب على سبيل المثال، خيارات متعددة، ذكر، نوقف الخيار الثاني أنثى. الإجابة عن السؤال المطلوبة، انتهى القسم الأول. سنقوم بإضافة عنوان فاصل ونكتب نص السؤال، أجب عن الأسئلة التالية، أجب عن الأسئلة التالية، ونرفع الوصف. سنقوم بإنشاء سؤال أو إضافة سؤال من الحيوانات آكلة اللحوم، خيارات متعددة أيضا، نوع السؤال النمر كبيانات نصية، طفرة، غزال. نلاحظ أن عملية الحفظ تتم أول بأول، خروف. السؤال مطلوب، إضافة سؤال آخر ولكن عن طريق الصور، اختار صورة من التحميل اختبارات جوجل، أريد أسد. يتم تحميل الصورة، بعد تحميل الصورة يتم وضعها في نص السؤال مع وجود مربع للتحكم بالصورة. النقر على الصورة يتيح لك التحكم بحجم الصورة، وممكن إضافة نص للسؤال من أنا؟ أسد، نمر، فهد، قطة. مطلوب الإجابة عن السؤال أيضا من خيارات النموذج، يمكن إضافة سؤال عن طريق كتابة نص من آكلات الأعشاب، ونختار الخيارات باستخدام صور، صورة، اختيار من الصور. نلاحظ تحميل الصورة حسب سرعة الإنترنت لديك. الخيار الثاني، يمكن استبدال كلمة خيار واحد بكلمة حمار نص الصورة، أيضا ممكن كبدائل للسؤال اختيار صورة أخرى، تحميل الصورة. يتم تكرار العملية أكثر من مرة بحسب عدد البدائل. استبدال كلمة خيار اثنين بنص الصورة، نزل. إضافة أيضا خيار ثالث والبديل صورة. هنا نلاحظ عدم إمكانية أو وضع ما يتعلق بالتحكم في الصور، في التحكم في الصور. ننتظر
تحميل الصورة. نكتفي بهذا القدر من إدراج أسئلة متكررة باتباع نفس الخطوات لإضافة السؤال. نلاحظ لا يوجد إمكانية للتحكم في الصورة. نمر. النص، السؤال الأول كان هو عبارة عن نص وبدائل نصية. السؤال الثاني هو عبارة عن صورة وبدائل نصية. السؤال الثالث هو عبارة عن نص والبدائل النصية صورية، آسف. طبعا لا ننسى أن يكون السؤال مطلوب الإجابة عنه، مطلوب الإجابة عنه. هناك بعض اللمسات الفنية يمكن وضعها للاختبار، أو في حالة أخطأت وأردت أن تنقل عنصر مكان عنصر، يمكن الضغط على مربع التحكم للمكون للاختبار، ومن ثم تحريكه إلى المكان المراد في النموذج. أيضا يمكن إضافة صورة بشكل مطلق تكون كعناصر فنية للاختبار، مثل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم دائما وأبدا. ننتظر التحميل. سنلاحظ ظهور أيقونة خاصة بالتحكم وسط مكان الصورة ليست بالمناسب. نضعها قبل البيانات الأساسية عن طريق مربع التحريك. نسخ في حالة تكرار، واحذف في حالة الإزالة. في آخر النموذج يمكن وضع عنصر صورة جديدة من خلال اختيار تم بحمد الله كصورة، وضعها أسفل النموذج. أيضا يمكن التحكم بها بالتصغير والتكبير ومن خلال مربع التحكم محاذاة للوسط. أيضا يمكن وضع فواصل بين البيانات الأساسية من خلال إدراج صورة أخرى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أحددها لكي أضيف عنصر بعد منها وهو فاصل تم تنزيله، عبارة عن صورة بينك من جوجل درايف كما هي ملاحظ. ممكن عمل تنسيط لها. لا أريد أكرر عملية التحميل أكثر من مرة كما نلاحظ، فأقوم بعملية التكرار ووضع الفاصل وسحب الفاصل إلى المكان المراد وضعه فيها. على سبيل المثال أيضا تكراره ووضعه قبل نص السؤال أجب عن الأسئلة وبعد نص السؤال. أيضا يمكن وضع تكرار ووضع بين كل سؤال وسؤال، تكراره ووضع بين كل سؤال وسؤال من خلال السحب والإفلات في المكان المرغوب في إضافته. أيضا يمكن تكراره ووضعه قبل كلمة بحمد الله تم أو تم بحمد الله. بذلك أكون قد أنهيت تدريب عام على إنشاء الاختبار، إنشاء الاختبار وأقسامه. يمكن أيضا وضع أو تكرار الصورة هذه بعد البيانات الأساسية حتى يكتمل شكل النموذج. في حالة رغبت في مشاهدة شكل النموذج نعود إلى الأيقونات الموجودة الآن. معاينة. سيقوم بفتح بعلامة تبويب جديدة وستلاحظ شكل الاختبار بصورته النهائية التي سيراها الطالب. هنا كان التحكم بالصورة يدويا في بناء الاختبار، أما هنا كان لا يمكن التحكم في الصور في النموذج وتم وضعها بهذا الشكل، ولكن بعد معاينة الاختبار ونشره إلى الطلاب يقوم جوجل درايف بالتحكم بالصور الموجودة كبدائل نصية أو كبدائل الإجابات في النص. هذا زر الإرسال. هنا
هنا زر إرسال الإجابة. الإجابة الآن سنشاهد الطرق المختلفة من خلال مشاركة الاختبار عن طريق زر إرسال. الطريقة الأولى استخدام البريد الإلكتروني على سبيل المثال، وهو مطلوب في الهومورك تيتش اسمها جيميل. الموضوع الاختبار الشهري. إرسال تم إرساله، هنا لا يشاهده إلا صاحب البريد الإلكتروني. الطريقة الثانية من زر إرسال أيضا ومشاركته على مجموعة على الفيسبوك بعد أن تقوم بفتح الفيس الخاص بك، وهو المطلوب الثاني نشر هذا على المجموعة، نشر هذا الاختبار على المجموعة بالهوم وورك. نقوم بالضغط على الفيسبوك، نشر في مجموعة، نكتب اسم المجموعة حوسبة المناهج، كل شيئا واجب رقم 4 للطالب إسماعيل حسونة، ومن ثم نشر على الفيسبوك. سنلاحظ بعد لحظات وجوده على المجموعة أو بعد قيامنا إرسال الآن. نضغط مرة أخرى على المجموعة، سنلاحظ ظهور الواجب رقم 4 على المجموعة. لذلك نكون قد أرسلنا بريد إلكتروني بشكل شخصي والآخر للمشاركة على الفيسبوك. في حالة رغبنا في مزيد من الإعدادات، التقيد برد واحد هو يجب التسجيل بجوجل. إذا أردنا أن الطالب أن يعدل إجابته، إذا أردنا مشاهدة الردود للقاء في تصحيح الاختبار. تحياتي.